بسم الله، احنا بنقعد كتير قوي على فيسبوك. في مواقع تانية ولها افادة زي اللينكد ان. اللينكد ان فايدته ان انت تعمل موقع بصفحة بتاعتك زي السي في بتاعك على النت اونلاين، فممكن في اي وقت واحد يقول لك ابعت لي السي في وانت مستعجل، فبتبقى محتفظ باللينك دوت لينكد ان دوت كوم وبعد كده اسمك، فبتبعته له في رسالة او تقول له خش على لينكد ان واكتب كذا هتلاقي السي في بتاعي. تقدر تحط فيه كل الصور المشاريع اللي انت شغلت عليها او فيديوهات ليها، حاجات ما ينفعش حط في السي في لانه هيبقى تقيل قوي وصعب الطباعة، فهو هنا بيلاقي ملخص كويس وحط محطوط فيه الفيديوهات والصور، ولو في شهادات مثلا تقدر تحطها وتقدر تحط صورها وتحط رقمها بحيث تتأكد انها مش مضروبة. ممكن تعمله ريكومند للناس اللي انت شايف ان هم خبرة كويسة، والناس دي برضو تعمل لك ريكومند، تمام؟ وكل طبعا ما ريكومند بيكتر ده بيدي قوة للسي في، وخاصة لو كان من المديرين بتوعك ده بيدي قوة للسي في ان الراجل ده كويس وعلاقته كويسة بالناس، فهم يعني عملوا له ريكومند. ممكن برضو في اي وقت تيجي هنا وتقول له انا عايز اشوف البروفايل دوت زي ما الناس هتشوفه، يعني كده انا شايفه كصاحب البروفايل، لا انا عايز اشوفه كواحد بيدور على شغل هشوفه ازاي. ممكن تقول له ابعته كمسج، ممكن تقول له انا عايز احمله بي دي اف، تمام؟ سند تو بي دي اف، فتحمل الملف ده بي دي اف، تمام؟ وتقدر تشوفه وتقدر تبعته لأي شركة انت عايز تقدم فيها. وممكن تكتب اي دروس تعليمية بوستات او اي معلومة، بس حاول تبعد عن السياسة والكورة والحاجات ديت. الموقع يختلف تماما عن فيسبوك، ملناش دعوة بتضييع الوقت دوت، لا الموقع جاد فرص عمل كويسة. ممكن تكتب رأي في السياسة يكون انت سيساوي وهو مرساوي او العكس، فالفرصة تضيع، او انت اهلاوي وهو زملكاوي او العكس، فبلاش نكتب اي حاجة تعمل مشاكل. خلينا في بحث عن رزق حلال. الموقع ان شاء الله يعجبكم، سهل جدا التعامل معاه. بتيجي هنا بتقول له انا عايز ساين اب لو انت لسه ما عندكش حساب جديد، بتبدأ تكتب، يطلب منك شوية معلومات تكتبها، تلاقي السي في بتاعك جاهز، تمام؟ وتقول له حمل بعد كده سيف تو بي دي اف، تمام؟ هيحمل لك بي دي اف، اسك تو ريكومند، هتبعت ريكومند للمديرين بتوعك تسألهم ان هم يوثقوا لك السي في او يقولوا ان السي في ده كويس، تمام؟ ممكن تعمله كذا لغة، لو انت مثلا عايز تعمله حد عربي واحد فرنسي زي ما انت عايز. فأتمنى الموقع نبدأ نشتغل عليه، مش هياخد وقت كتير، بس هو ان شاء الله بتيجي فرص عمل كتيرة منه ان شاء الله.